على خلفية العدوان الثلاثي، الأسد يؤكد لروحان الاستمرار بمحاربة الإرهاب، وطهران تتوعد برد محور المقاومة. الخارجية العراقية تحذر من مغبة العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا، وتطالب بموقف عربي واضح. مع انطلاق الدعاية الانتخابية، شوارع العراق تكتظ بصور المرشحين، والمفوضية تتوعد المخالفين بعقوبات قاسية. تيار الإصلاح الوطني يطرح برنامجه الانتخابي في المثنى، والأهالي يشيدون بنزاهته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سياسة التهور تهديد يتبعه اعتداء، والادعاء هو ذاته الدفاع عن الشعوب المضطهدة. نشيد مموسق على وتر العاطفة، يستدرون به دموع شعوبهم، نعم شعوبهم، لأن الشعوب العربية تقرأ ما بين سطور أعداء الإنسانية. ومن غيرهم أسس الإرهاب في المنطقة، فهم من شحذوا ذلك السيف الذي ذبح أطفال سوريا والعراق، بل ذبح الحياة فيهما. كسر ذلك السيف فاشتعل الشيطان الأكبر غيظا، فسارع لمراجعة سجلات أسلافه ليتعرف على حججهم والتي دخلوا بها العراق، فوجدها نعم إنه الكيمياوي. أشار إلى حلفائه فانتفضوا معلنين الحرب، بداية غير معلومة النهاية، والمحصلة قتل الأبرياء وتدمير مستقبل بلد وشعب. دمشق استفاقت على وابل من المطر، نظير ذلك الذي استفاقت عليه بغداد عام 2003. بغداد التي استنكرت العدوان وحذرت من مغبته وآثاره على المنطقة، وطالبت بموقف عربي حاسم وواضح، ذلك لأنها عانت مآسي الحرب وما زالت تبحث عن عهد جديد. فتحت أبواب الانتخابات، فاكتظت الشوارع بصور المرشحين وعين المواطن على مصلح ينقله إلى بر الأمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وإليكم تفاصيل نشرة السابعة من بلاد الفضائية. عدوان ثلاثي أمريكي بريطاني فرنسي تعرضت له سوريا بأكثر من 100 صاروخ، نجحت الدفاعات الجوية السورية في إسقاط أكثر من ثلثيهما. مراسل بلادي أشار إلى أن المواقع المستهدفة هي مركز البحوث في حي برزة، ومستودعات الرحابة في القلمون، والمطار الشراعي في الدماس باللواء 41 دفاع جوي قاسيون، ومنطقة الكسوة، وموقع جمرايا للبحوث العلمية، ومصياف حمص. هذا ونشر التلفزيون السوري مشاهد للأضرار والدمار التي تسبب بها العدوان الثلاثي في ريف حمص، حيث أصيب 3 مدنيين بجروح. القيادة العامة للجيش السوري وفي بيان استنكرت العدوان الثلاثي واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. البيان شدد على أن هذا العدوان لن يثني القوات المسلحة والرديفة عن الاستمرار في سحق ما تبقى من مجامع إرهابية على امتداد الجغرافية السورية. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد استمرارها في الدفاع عن سوريا وحماية مواطنيها، فإنها تشدد على أن مثل هذه الاعتداءات لن تثني قواتنا المسلحة والقوات الرديفة عن الاستمرار في سحق ما تبقى من مجامع إرهابية مسلحة على امتداد الجغرافيا السورية، ولن يزيدنا هذا العدوان إلا تصميما على الدفاع عن مقومات السيادة والكرامة وعن أمن الوطن والمواطنين. وزارة الدفاع الفرنسية كانت قد أعلنت أن الجيش الفرنسي أطلق 12 صاروخا على سوريا، وعرضت وزارة الدفاع الفرنسية مشاهد لصواريخ تنطلق من سفينة تابعة للبحرية، ولطائرات حربية تقلع من قاعدة غير محددة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن 4 طائرات من طراز تورنادو GR4 تابعة لسلاح الجو الملكي أطلقت صواريخ ستورم شادو على منشآت عسكرية غرب حمص. وقد أعلنت قبرص التي انطلقت الطائرات البريطانية من إحدى قواعدها على الأراضي القبرصية أنه لم يتم إخطارها مسبقا بالعدوان وأنها لم تشارك بأي عملية. وبعيد ساعات من شن العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا، أظهرت مشاهد وصول الرئيس بشار الأسد إلى مكتبه الرئاسي في العاصمة. وقد أكد الأسد أن العدوان جاء نتيجة معرفة الغرب بأنه فقد السيطرة والمصداقية، وشدد على أن هذا العدوان لا يزيد الشعب السوري إلا تصميما على محاربة الإرهاب. مواقف الأسد جاءت أيضا باتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي حذر من أن هذا العدوان سيؤدي إلى مزيد من الدمار في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الأمريكيين يريدون تبرير وجودهم في المنطقة بمثل هذه الهجمات، وأوضح أن المقاومة سترد على تلك الهجمات. وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي وفي مكالمة هاتفية مع نظيره السوري العماد علي أيوب أكد أن العدوان الثلاثي على سوريا هو عدوان من قبل مثلث الشر، كما أكد مواصلة دعم إيران لمحور المقاومة والشعب السوري، مشيرا إلى أن على حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا تحمل مسؤوليتها حيال جرائم النظام السعودي في اليمن. وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على سوريا بأنه عدوان على البلد، وقال إن القصف الصاروخي الذي نفذته واشنطن بدعم من حلفائها على منشآت عسكرية ومدنية سورية من دون تفويض من مجلس الأمن هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة تقف في طليعة الدول التي تكافح الإرهاب. سرعت دول العدوان إلى تبرير عملياتها العسكرية تحت ذريعة استخدام الكيميائي، وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن بلادها حرصت على إبلاغ روسيا قبل ساعات من تنفيذ الهجوم، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن العدوان لا يهدف إسقاط النظام السوري. العملية هدفت إلى ضرب مواقع الإنتاج الكيميائي السري لدى الحكومة السورية ومنعها من استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا، كما أننا حرصنا على أن يكون الروس على اطلاع قبل ساعات من الضربة. الضربة العسكرية مشروعة ومحدودة الأهداف، وهي التخلص من الترسانة الكيميائية السورية. إنه تحرك مناسب ودقيق ولا يهدف إلى إسقاط النظام السوري ولا إلى ضرب حلفاء سوريا أو حتى المدنيين. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن بلاده ستقدم الوثائق الرسمية التي تثبت عدم شرعية ضربات العدوان الثلاثي على سوريا، مشيرا إلى أن أفعال الدول الغربية في سوريا غير مقبولة وغير قانونية. برر الضربات الأمريكية على سوريا لأن دمشق قد حظر وصول الخبراء إلى سوريا، ولكن ذلك غير صحيح، واتفقنا مع الحكومة السورية وكانت الحكومة السورية مستعدة لمنح التأشيرات على الحدود السورية مباشرة. وخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يعرفون ذلك. كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخا من أصل أكثر من 100. وأكد مدير العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية سيرجي روبسكوي أن المواقع التي استهدفتها الضربات كانت مدمرة أصلا ولم تكن مأهولة. إسقاط جميع الصواريخ التي تم توجيهها إلى المطارات المختلفة
والمطارات لم تتضرر، ومن 9 صواريخ التي وجهت إلى مطار ميزا قد تم إسقاط 5 صواريخ، ومن 16 صواريخ التي وجهت إلى حمص تم اعتراض 13 صاروخ، و30 صاروخ وجهت إلى المواقع المختلفة في بلدات برزة والجرماني، وتم إسقاط 7 صواريخ. الصواريخ المجنحة لم تدخل منطقة سيطرة القوات الروسية. في الأثناء أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمة له خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن أحداث سوريا أن الضربات كانت محدودة في 3 مناطق عسكرية داخل سوريا، فيما اعتبر أن سوريا تمثل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين. الضربات الجوية كانت محدودة في 3 مناطق عسكرية داخل سوريا. الهدف الأول كان مركز الدراسات والبحوث العلمية في المزة في دمشق، والثاني مرفق مزعوم للأسلحة الكيميائية بجانب حمص، وكذلك مقر للقيادة بجانب حمص. سوريا اليوم تمثل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين. في سوريا نرى مواجهة وحروبا بالوكالة اشترك فيها أكثر من جيش وطني وعدة ميليشيات. أنادي كل الأعضاء أن تعمل باتساق كامل مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك المعايير لمكافحة الأسلحة الكيميائية. إن أغفلنا القانون أو إن قوض القانون لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة. فالحل يجب أن يكون سياسيا، ويجب أن نجد الوسائل والأساليب. المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينيزيا ندد بالعملية العسكرية ضد سوريا، وأكد أن هذه العملية تصعب الوضع الإنساني وتدعم الإرهابيين، وهي انتهاك واضح للقوانين الدولية. أطلقت هذه الدول هجمة دون انتظار نتائج التحقيق، ونحن ندين بأشد العبارات الهجوم على سوريا والذي يقوم فيه الخبراء الروسيون والعسكريون الروسيون بمساعدة هذا البلد على مكافحة الإرهاب. ونظرا للأوضاع في سوريا فإن ما حدث يمكن أن يزيد من معاناتهم ويزيد من تدهور الوضع ويعطي جائزة للإرهابيين الذين كانوا يعذبون الشعب السوري ويؤدي إلى نزوح الكثير من السكان هذه المناطق إلى بلدان أخرى في المنطقة. هذا مدمر لكامل النظام الدولي، نظام العلاقات الدولية والتاريخ. وقد تجمع السوريون بساحة الأمويين بالعاصمة السورية تنديدا بالعدوان وانتصارا لبلادهم، وقد جابوا العاصمة بمسيرات رفعت أعلام سوريا وروسيا وإيران والمقاومة. أنا سوري من الأمويين، أنا سوري من الأمويين، بروحه بيبديا والله بروحه بيبديا بالدم بيبديا. ومعنا الآن عبر سكايب من العاصمة السورية دمشق المحلل السياسي الأستاذ سومر صالح. أهلا بك أستاذ سومر. البداية، العدوان الثلاثي على سوريا حمل رسائل سياسية أكثر منها عسكرية، كقراءة تحليلية لهذه الرسائل كيف تقرأها؟ وهناك تساؤل، هل الرسالة موجهة تحديدا لموسكو وليس دمشق؟ تفضل. اسمح لي في بداية هذا اللقاء أن أشكر الشعب العراقي شعبا وجيشا وقيادة على الموقف البطولي الذي اتخذوه في حماية سوريا من حيث
منع القوات الأمريكية من اتخاذ العراق منصة للاعتداء على دولة ذات سيادة وهي الشقيقة سوريا. إذن اسمح لي بداية أن أشكركم على هذا الموقف. الناحية الثانية، نعم كان هنالك رسائل كبيرة، لا يمكن فهم هذه الغارة الأمريكية إلا ضمن معطيين. المعطيات السابقة لهذه الغارة والمتمثلة بالخلاف العميق بين بولتون وبين ماتيس حول الانسحاب من شرق سوريا وضرورة أن يكون هنالك حدث جلل يؤدي إلى تثبيت هذه القواعد وإيجاد سيناريو شبيه لما حدث في العام 1991 في العراق من ناحية، والناحية الثانية إغلاق قضية جبل برسالة موجهة إلى روسيا. هذه من النقطة الأولى. من النقطة الثانية علينا أن نفهم أن الاحتكال كاد في الساعة الرابعة صباحا أن يؤدي بشكل كبير إلى حرب عالمية وإلى أن يكون هنالك تبادل ضربات نووية، لأنه لو كان هنالك أي رد فعل روسي على هذه القضية أو تهور أمريكي بزيادة الضربات أو نوعية هذه الضربات أو دخول المقاتلات على خط هذه العمليات لكان هنالك رد روسي كبير على القضية، وبالتالي نستطيع أن نقول أن العالم قد تفادى في الساعة الرابعة صباحا حربا عالمية، وبالتالي الموضوع أصبح إعلاميا أكثر منه سياسيا. ولكن في التداعيات وفي التبعيات هنالك نعم رسالة موجهة إلى روسيا بأنكم لا تستطيعوا فرض أي شيء في سوريا، ولكن هذا الموضوع سيوجه أن روسيا سيكون لها رد فعل وإيران سيكون لها رد فعل والجيش العربي السوري سيكون له رد فعل. علينا أن لا ننسى ولا نغفل أن هنالك غارة معادية صهيونية أصابت مطار سيبورت في سوريا في رسائل متبادلة بين الجيش السوري وقوات والمستشارين الإيرانيين الموجودين في قاعدة سيبورت. إذا نحن نتحدث عن اعتداء صهيوني أولا، اعتداء ثلاثي في بعد يومين، أي نتحدث أن هنالك قرارا في الحرب. ولكن التهديد الكبير الذي سمعناه من طهران بإبادة حيفا وإبادة تل أبيب، الكلام الذي سمعناه من سماحة الأمين العام لحزب الله، الكلام الذي سمعناه من مرجعيات دينية في العراق، الكلام السوري في التحضير، الكلام الروسي منع الانزلاق إلى مواجهة كبيرة، وكان على ما يبدو أن هنالك خوف وهلع أمريكي. بالحديث عن هذه المواقف سيدي الكريم، طبيعة وشكل يعني الرد السوري على هذا العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني وحجمه كيف سيكون؟ نعم، بداية هنالك أولويات للعمل العسكري، هنالك أولويتين يقوم بهما المحور بكامله. أولا إعادة تأهيل معبر البوكمال والقائم وإعادة فتح طريق طهران بيروت من خلال دمشق والعراق. هذه النقطة الأولى التي لن يقف في وجهها أي هدف أو أي محاولة أمريكية، لأن أولى وأهداف الكبرى للعملية العسكرية العدائية هو إغلاق هذا الطريق من جهة وتثبيت الوجود الأمريكي في شرق الفرات وإيجاد دويلة كردية هناك في هذه النقطة. اليوم النقطة الثانية وهو دحر الإرهاب. نحن في سوريا سيد الكريم نعاني من وجود آلاف من بقايا داعش وبقايا جبهة النصرة وتنظيم القاعدة. الآن هنالك من يحاول حرق العملية العسكرية ما بعد الغوطة. لذلك الأولويات العسكرية في سوريا هي لتأمين محيط العاصمة دمشق جنوبا بداية من بيت سحم ببابيلة ومخيم اليرموك، ومن ثم الانتقال جنوبا إلى السودان بشكل مباشر مع الميليشيات والفصائل الإرهابية المحسوبة على العدو الصهيوني. هكذا هي تقال في السياسة. الرد الفعل لا يكون بإرسال صليات صاروخية باتجاه القواعد الأمريكية مباشرة، فلنطهر محيطنا ونوسع دائرة الأمان حول مدن السورية، ومن ثم سيكون، وأنا أقول لك وأقول للشعب العراقي، سيكون المقاومات الشعبية السورية في المنطقة الشرقية إذانا بفرض 18 قاعدة عسكرية احتلالية فرنسية بريطانية أمريكية. إذا المقاومة هي خيار الشعب السوري بداية، والجيش العربي السوري سينتقل جنوبا لدحر آلاف الإرهابيين الموجودين في تلك المنطقة. هنالك كلام روسي واضح، أي محاولة مكررة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتجاوز خطوط حمر روسيا اليوم عندما يتم الكلام في قلب موسكو سنزود سوريا بمنظومات 300 هي تغير في الموازين التكتيكية والعسكرية والاستراتيجية. أقف معك عند هذه النقطة أستاذ سومر، يعني وهناك التفاتة مهمة يجب أن نتوقف عندها وأخص بالذكر الحديث عن مرحلة جديدة من التفوق للدفاعات السورية وكسر هيبة هذا التفوق التقني الغربي في مواجهة دول الغرب. هل ترى أن النجاح اللافت للقوات السورية وتمكنها من إسقاط هذا العدد الهائل من الصواريخ هو بمثابة إفشال لهذا المخطط وأيضا لحجم الدمار؟ نعم بكل تأكيد، كان هنالك جس نبض منذ فترة في 10 شباط عندما أسقطت مقاتلة 13 أرسلت 12 صاروخ إسرائيلي إلى جنوب دمشق ثم إسقاطها، ولكن على ما يبدو أن الرسالة آنذاك لم تصل. أرسل 107 صواريخ هذه المرة من بوارج أمريكية وغواصات فرنسية وطائرات البي 1 الأمريكية، وكلها هو توما هوك أو شبيه بالتوما هوك. أسقط منها 71% أقل، يعني حوالي 80% من الصواريخ لم تحقق أهدافها. هذا انتصار تاريخي لتوازن الردع في المنطقة. نحن نتحدث اليوم أن الجيش العربي السوري يمتلك دفاعا صاروخيا، واليوم عندما تحدث هذه المنظومات S-225 والبوك والباتشورا لمنظومات تقول روسيا أنها ستزودنا بها S-300، نستطيع أن نقول أن توازنا استراتيجيا جديدا في المنطقة. لا الS-16 الأمريكية ولا الS-18 ولا الS-35 التي زودت بها إسرائيل قادرة على إحداث خلل في السماء السورية. هذه متغيرات كبيرة في المنطقة، وبالتالي
يفكر الامريكي مجددا بضرب الجيش العربي السوري عندما يدخل في الجنوب السوري، بل يتوقع ان اسلحه كثيره للتوازن ستستخدم. نحن حتى هذه اللحظه الجيش العربي السوري يستخدم منظومات صاروخيه عمرها 30 عاما، لم تستخدم المنظومات الحديثه وهي رسائل كبيره. واليوم البنتاغون حتى هذه اللحظه ينفي اسقاط اي صواريخ، والصور واضحه، تم اسقاط 71 صاروخ امريكي وهنالك صور منشوره على هذه القضيه. اذا نحن نتحدث عن خلل نوعي، لذلك كل المنطقه ستعيد حساباتها، ولكن اليوم نعم. هنالك اولويات في العمل العسكري. نعم، اذا من دمشق المحلل السياسي الاستاذ سومر صالح، كنت معي عبر سكايب من العاصمه السوريه، اشكر لك هذا التواصل واتمنى لكم السلامه والامان. أعربت وزارة الخارجية العراقية عن قلقها إزاء الضربة الجوية التي نفذتها أمريكا وبعض حلفائها على سوريا، عادة هذا التصرف أمرا خطيرا جدا لما له من تداعيات على الأبرياء. المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب أكد أن هذه الأعمال تجر المنطقة لتداعيات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها وتمنح الإرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد دحره في العراق وسوريا، مشددا على ضرورة الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، كما جدد دعوة الوزارة للقمة العربية باتخاذ موقف واضح تجاه هذا التطور الخطير. هذا وتواصلت ردود الأفعال الرافضة للعدوان الثلاثي على سوريا. عدد من دول المنطقة والعالم وصفت الضربة العسكرية انتهاكا للقانون الدولي. التفاصيل أكثر مع حسين أحمد. من التصريحات الإعلامية إلى الواقع، تنفذ أمريكا وحلفاؤها عدوانها الذي توعدت به سوريا. موجة من ردود الأفعال الدولية تلت هذا الاعتداء حتى وقت إعداد التقرير، رافضة إياه وواصفته بالسافر. فالمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاكاروفا قالت أن استهداف سوريا هو تعرض لدولة ذات السيادة في وقت ظهرت فيه بوادر لتحقيق السلام، موجهة الكلام لدول العدوان: لابد أنكم غير أسوياء كي تهاجموا العاصمة السورية في اللحظة التي كانت أمامها فرصة لتحقيق مستقبل يسوده السلام. أما السفير الروسي في واشنطن أنتولي أنتونوف عد الضربات في سوريا إهانة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي غير مقبولة ومرفوضة وسيكون لها عواقب، مؤكدا أنه ليس لأمريكا التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة الكيميائية حق أخلاقي في اتهام دول أخرى. وعلى الصعيد الإقليمي، فقد أدانت الخارجية الإيرانية في بيان لها العدوان الثلاثي السافر على سوريا، محذرة من التداعيات الإقليمية لهذا العدوان ومحملة أمريكا وحلفائها مسؤولية التبعات وآثار هذه المغامرة، مضيفة أن العدوان يشكل تجاهلا لسيادة سوريا الوطنية ووحدة أراضيها، ويعد عدوانا وخرقا صارخا للقوانين والمعايير الدولية. أما حزب الله اللبناني فأدان بشدة هو الآخر العدوان السافر على سوريا، واصفا إياه بالغادر. وقال الحزب في بيان له إن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا للسيادة السورية وكرامة الشعب السوري وسائر شعوب المنطقة، وهو استكمال واضح للعدوان الصهيوني الأخير على سوريا، ويمثل تأييدا صريحا ومباشرا لعصابات الإجرام والقتل والإرهاب التي طالما رعاها ومولها ووفر لها أسباب الدعم المادي والسياسي والإعلامي. وتؤكد أوساط دولية أن العدوان على سوريا يأتي للتعويض عن الهزيمة التي منيت بها الجماعات الإرهابية مؤخرا، وأنه جاء دون أي إثبات لاستخدام السلاح الكيميائي وقبل إعلان منظمة حظر السلاح الكيميائي نتائج فحوصها. ولو أن أمريكا كانت صادقة باستهدافها مواقع تصنيع أسلحة كيميائية لشهدت سوريا كارثة تودي بآلاف من القتلى جراء استهداف هكذا مواقع مدعات. حسين أحمد، قناة بلاد الفضائية. وفي المواقف من العدوان أيضا، نددت غالبية الفصائل الفلسطينية من بينها حماس بالعدوان على سوريا،
كما أكدت حركة فتح وقوفها بلا تحفظ مع وحدة الأراضي السورية ورفضها المساعي الهادفة إلى تفتيتها أو المس بوحدتها وسيادتها. رئيس المكتب الإعلامي في حركة فتح شدد على أن الحل الوحيد للصراع في سوريا هو الخيار السياسي بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استنكرت هي الأخرى الاعتداء الثلاثي على سوريا. اعتبر هذا العدوان هو استمرار للمشروع الصهيوني من خلال إضعاف دولة سوريا والمقاومة ومحمر المقاومة. ونعتقد نحن في الجبهة الشعبية أن هذه السياسة أصبحت سياسة مفضوحة. على الأمة العربية والشعوب العربية أن تدرك الأهداف التي تسعى أمريكا من وراء ضرب سوريا إلى تحقيقها خدمة للكيان الصهيوني. نحن ندين كشعب فلسطيني أيضا هذا العدوان ونعتبره إضعاف للمقاومة وإضعاف لمن يساند المقاومة. هذا وقد فسر الشعب الفلسطيني العدوان على سوريا بأنه خطوة داعمة للإرهاب والكيان الصهيوني، خطوة تظهر مدى دعم واشنطن للمجامع الإرهابية وخطوات التصعيد بالمنطقة. جبريل أبو كميل والتفاصيل أكثر. حالة رفض واسعة بين الفلسطينيين للعدوان الثلاثي الذي تقوده الإدارة الأمريكية ضد الجمهورية العربية السورية. الفلسطينيون ينظرون لاستهداف سوريا بأنه وسيلة لمساندة الكيان الإسرائيلي وإضعاف الموقف العربي. هذا إجرام مستمر من أجل أن تبقى دولة الكيان الصهيوني هي الدولة القوية، ومن أجل أن يفتت الوطن العربي والدول العربية التي تواجه الكيان الصهيوني وتعتبره هو يعني أساس الشر في المنطقة. ونقول لأمريكا ولكل الأعداء للشعوب العربية أن الشعب السوري باقي وصامد ولن تفلح هذه الضربات وهذا العدوان. الاعتداء على دولة عربية مستقلة ذات سيادة يشكل إدانة واسعة للدول العربية الذين سيجتمعون في قمة بعد أيام في السعودية، اجتماع يفترض أن يبحث قوة ووحدة العرب لا في قبولهم ومساندتهم استهداف دولة عضو في الجامعة العربية. مجلس الأمن لم يفوض هذه الدول بهذا العدوان، مدان بكل القيم وكل القوانين وكل الشرعيات، ليس هكذا تدار الأمور. وهذه غطرسة ونوع من البلطجة الدولية على دولة مستقلة. سياسيون ومراقبون فلسطينيون يشبهون العدوان الأمريكي على السوريين بالعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، عدوان يعكس فشل الدعم الأمريكي للمجموعات الإرهابية المسلحة في مقابل مواجهة محور المقاومة الذي تقوده الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أمريكا ضربت مناطق سكنية وهي ترتكب جرائم كما إسرائيل تفعل في فلسطين، لكن هذه الضربة له علاقة بالفشل الأمريكي الغربي في سوريا. يتخذ الغرب من حماية المدنيين ذريعة لاستهداف سوريا بينما هو غارق في القتل، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية ماضية في دعم الإرهاب الإسرائيلي لقتل المدنيين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود غزة الشرقية. لقناة بلاد الفضائية، جبريل أبو كميل، غزة. مشاهدينا الكرام، هذه النشرة مستمرة وتفكير بالعناوين. على خلفية العدوان الثلاثي، الأسد يؤكد لروحان الاستمرار بمحاربة الإرهاب وطهران تتوعد برد محور المقاومة. الخارجية العراقية تحذر من مغبة العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا وتطالب بموقف عربي واضح. مع انطلاق الدعاية الانتخابية، شوارع العراق تكتظ بصور المرشحين والمفوضية تتوعد المخالفين بعقوبات قاسية.
تيار الإصلاح الوطني يطرح برنامجه الانتخابي في المثنى والأهالي يشيدون بنزاهة. من جديد أهلا بكم. بحث الدكتور أبراهيم الجعفري وزير الخارجية مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح العلاقات بين البلدين والتعاون الثنائي في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة. الدكتور الجعفري وخلال لقائه الصباح على هامش انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية وصف علاقة العراق بالكويت على أحسن ما تكون، مثنيا على مواقف الكويت الداعمة للعراق في مواجهة التحديات، وآخرها مبادرة أمير الكويت بمؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق. من جهته أكد الصباح حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في شتى المجالات. ووصل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة بالقمة العربية. رئاسة الجمهورية وفي بيان أشارت إلى أن معصوم وصل السعودية لأجل المشاركة في القمة العربية والتي ستنعقد يوم غد الأحد. هذا وتنعقد القمة العربية بحضور رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية لمناقشة القضايا العربية وأبرزها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في اليمن. أكدت المفوضية العليا للانتخابات أن الغرامات المالية على مخالفي موعد انطلاق الحملة الدعائية ستصل إلى أكثر من 5 ملايين دينار. عضو مجلس المفوضين حازم الرديني أشار إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العقابية ضد المخالفين يصل بعضها إلى طردهم من السباق الانتخابي، مبينا أن لجانا مختصة باشرت برصد المخالفات للكيانات السياسية وسترفع أسماءهم إلى المفوضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. هذا وانطلقت اليوم الحملة الدعائية للائتلافات والأحزاب والمرشحين المشاركين بالانتخابات النيابية المقبلة. من جانبها أعلنت أمانة بغداد عن بدء دوائرها البلدية برصد ومتابعة المخالفات الانتخابية للكيانات والقوائم وأرسالها إلى مفوضية الانتخابات. مدير العلاقات والإعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة قال أن الأمانة ستقوم بإزالة كافة الدعايات الانتخابية المتجاوزة على الأرصفة والجزرات الوسطية ومقاضاة أصحابها. كشف النائب عن محافظة الأنبار فارس الفارس أن شراء الأصوات الانتخابية من قبل القوائم والمرشحين تحول إلى بورصة. الفارس قال إن أكثر الكتل السياسية بدأت باستغلال العوز الموجود لدى الناس وقلة الخدمات لأجل شراء الأصوات، مضيفا أن الصوت الانتخابي أصبح له سعر وصل إلى 150 ألف دينار عراقي. دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان المرشحين والناخبين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في إنجاح الاستحقاق الانتخابي. بيان للمفوضية طالب القوائم الانتخابية بتجنب استخدام الأساليب غير المشروعة كالتسقيط السياسي وشراء أصوات الناخبين وغيرها من الممارسات الخاطئة، مبينا تواصلها مع بعثة الأمم المتحدة لضمان شفافية الانتخابات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن أي مخالفات تشوب العملية الانتخابية بجميع مراحلها. في اليوم الأول لفتح باب الدعاية الانتخابية اكتظ شوارع العاصمة بصور المرشحين ولافتات المتنافسين من مختلف الأحزاب السياسية. آراء الشارع تباينت حول مستقبل العملية السياسية بعيدا عن الانتماءات والشعارات. على أماكن مختلفة دشنت الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون حملات الدعاية لخوض الانتخابات التشريعية. اليوم الأول لفتح باب الدعاية الانتخابية شهد حركة دؤوبة من جانب المرشحين لحجز أماكن مميزة لوضع لافتات الدعاية الخاصة بهم.
لكن ما يهم المواطن إمكانية المرشح نحو تحسين الأوضاع لا الانتماءات أو الشعارات. مسألة مو مسألة وجوه أو مسألة كتل، وإنما مسألة نجاح أو فشل. أنا ما لي علاقة هذا ينتمي إلى فلان مذهب أو فلان قومية، أنا علي أنه هذا هل هو نجح بتقديم خدمات. وجوه مألوفة وأخرى جديدة، ولكل منها جمهوره ومؤيدوه، ووسط هذا المشهد يحرص مواطنون على التجديد، وآخرون يتحدثون عن ضرورة نزاهة الانتخابات وعدم تزييفها أو حرفها عن مسارها الديمقراطي. بلدنا بحاجة إلى انتخابات وتغيير، بس نحو الحقيقة. فالانتخابات بدايتها ويوم جيد، وبالنسبة لنا أحسن تجربة محترمة بالنسبة للدول العربية. الدول العربية ما بيها انتخابات نزيهة مثل العراق، على أن تكون انتخابات حقيقية من أجل المجتمع معنا، من أجل التغيير. ومع تعدد أشكال اللافتات الانتخابية للمرشحين، تتباين آراء الشارع العراقي بشأن ما يمكن أن تأتي به الانتخابات المقبلة من جديد لم تأتي به سابقاتها. احنا نريد منهاج انتخابي، منهاج يقول الفقرة 10 و12 و16، الطفولة والتقاعد والشباب واعطاء حقوق واعطاء رواتب للعاطلين، والفقرة 111 بالدستور اللي تقول كل العراقيين شركاء بالثروات. بدأ العد التنازلي للانتخابات المقبلة وسط سخونة المشهد السياسي وعدم إقرار بعض القوانين المهمة، يثير مخاوف مراقبين من إمكانية إعادة برلمان لا يعبر عن طموحات الشعب في مسيرة التجديد التي يرنو إليها العراقيون. عبد الله نوري، بلاد الفضائية، بغداد. لإنهاء معاناة أهالي محافظة المثنى، تيار الإصلاح الوطني المنضوي في قائمة ائتلاف النصر طرح برنامجا انتخابيا يخدم كافة أبناء المحافظة المحرومة. الأهالي أشادوا بهذا البرنامج كونه نزيها وشفافا. برنامج انتخابي حمل معه هموم أبناء المناطق المحرومة. برنامج تيار الإصلاح الوطني كان حاضرا، حيث شمل مختلف شرائح المجتمع، فالنقاط التي وضعت فيها كانت قريبة من معاناة المثنى التي وصفت بالمنسية. تيار الإصلاح الوطني في المحافظة تحدث عن أبرز تلك النقاط. هذه المحافظة بأقضيتها ونواحيها بحاجة لأشخاص للنهوض بواقع هذه المحافظة كأسوة بباقي المحافظات الأخرى أو أسوة بباقي بلدنا العزيز. كبرنامج انتخابي قدم تيار الإصلاح الوطني برنامج يحاكي كل معاناة هذه المحافظة ومن كل الجوانب، سواء من صحة إلى شباب إلى طلبة. برنامجنا يشمل كافة شرائح المجتمع من عمال وموظفين والعاطلين عن العمل، من شباب وشابات. ولما خرجنا إلى المناطق النائية وشاهدنا احتياج المناطق، أكثر احتياج المناطق نقص في الماء والكهرباء، الشوارع غير مبلطة. التأييد الكامل أعلن من قبل الأهالي في المثنى، إجماع عليها بعد أن وجدوا فيه الرؤية الحقيقية التي تتناسب مع معاناتهم اليومية. فالمرحلة المقبلة تحتاج لأشخاص من حملة هكذا برامج شاملة. برنامجهم الانتخابي يراعون حقوق الشباب وحقوق الفقراء، يعني إنها هي محافظة المثنى محافظة منكوبة، يعني التبليط، خدمات ماكو. برنامجهم يعني يختلف عن باقي الأحزاب التي طلعنا على الكثير منها لم نستفد أي شيء، ووجدنا أن تيار الإصلاح هو للنزاهة وكونه يخدم المجتمع وأبناء المحافظة المثنى الذي تفتقر الكثير من الخدمات. في المثنى الأفقر من حيث المعاناة، يصر أبناء المحافظة فيها على انتخاب الأسماء النزيهة التي جاءت ببرنامج انتخابي راعى كافة شرائح المجتمع. إشادات واضحة بالبرنامج الانتخابي الذي قدم من قبل تيار الإصلاح الوطني، لا سيما وأنه ركز على أهم الأمور التي يعاني منها أبناء المحافظة. من محافظة المثنى، علي حداد، بلاد الفضائية. مشاهدينا الكرام، وينضم معنا الآن مباشرة من النجف الأشرف عضو تيار الإصلاح الوطني الأستاذ فاهم الخفاجي. أهلا بك أستاذ فاهم. البداية، ما الذي يميز برنامج تيار الإصلاح الوطني الانتخابي عن برامج القوائم الأخرى،
وعلى أي مجال تم التركيز؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى قناة بلادي وإلى مشاهديها. حقيقة يتميز برنامج تيار الإصلاح الوطني عن بقية البرامج وعن التوجهات أننا نتطلع إلى الجمهور. الجمهور نعيش في داخله ونتوجه إليه ببرنامج هو أهم النقاط، اللي الخدمات التي يعاني منها العراقيين بصورة عامة، خدمات متردية، وضع مأساوي، الوضع الآخر وهو وضع البطالة التي هي الآن أصبحت متزايدة، وخاصة لدينا خريجين كل سنة دفعة من الخريجين يتأملون أن يتعينوا، ولا توجد لدينا مؤسسة غير مؤسسة الدولة، وهذه معاناة حقيقية، خاصة وأن المؤسسة الوحيدة التي تستوعب الموظفين هي الدولة. لابد من وجود أبواب أخرى أو مؤسسات أخرى أو استثمارات أو فتح مصانع وعمل على الاستثمارات الحقيقية أو جلب مصانع ذات رصانة حقيقية، وهذه معاناة كبيرة جدا لأننا في تزايد، وكلما زادت الأيام وكل سنة يتزايد. وهذه مهمة البرنامج الذي يتبناه البرلمانيين الذين سيتبوؤون البرلمان في المرحلة المقبلة. كذلك لدينا مشكلة التعليم لدينا فيه معاناة كثيرة، ولدينا مأساة، لا يتوجه الآن الناس إلا للمدارس الخاصة، وهذه مكلفة على المواطنين، وخاصة نحن نعاني من وضع اقتصادي بسبب الحروب وبسبب الانفجارات والوضع. طيب أستاذ فاهم، بالحديث يعني عن الواقع الاقتصادي وفي ظل ما تحدث به من يعني أعمال أدرجت ضمن برنامجكم الانتخابي، أخص بالذكر هنا يعني واقع محافظة النجف. هذه المحافظة يعني حالها حال باقي المحافظات، تعاني من مشاكل كثيرة. ماذا أعددتم يعني من آليات لحل تلك المشاكل التي تعاني منها محافظة النجف؟ تفضل. المشكلة الأهمية، أهم من المشاكل الاقتصادية، هي الزراعة. احنا لدينا النجف قادرة عن أن تكون مورد كبير ومصدر لكل المحافظات من الزراعة، ولكن هذا التردد بالوضع الزراعي وترك الأراضي الزراعية وعدم مساعدة الفلاحين ودعمهم في الزراعة وحماية المنتج الزراعي من الاستيراد المفاجئ الذي دائما يكون منهك للفلاح. الفلاح بحاجة إلى حماية، يعني أكثر الأحيان يوصل إلى المحصول، وإذا تجي الفواكه من خارج القطر وعبر الحدود، وهذا يؤدي به إلى انهيار، يعني هو محتاج إلى أن ينمي نفسه. كذلك إحنا بحاجة إلى وضع العملة. العملة بدل ما أن تخرج من داخل العراق من إلى خارج العراق، علينا أن نقوي الوضع الاقتصادي في داخل العراق. هذا يؤدي أيضا إلى وجود يد عاملة. الآن نحتاج إلى يد عاملة عراقية تعمل. أما إذا بقي هذا الوضع والوضعية السائدة في الحالة التي نعاني منها ويعانون منها العراقيين من بطالة ودمار في الزراعة وتجريف، حتى أصبحت الآن تجريف البساتين وتسكين مواطنين فيها، وهذا كارثة. يعني احنا لابد ان يكون عندنا تخطيط ودراسة للسكن، تخطيط للزراعة، تخطيط. احنا الآن اكثر المؤسسات لدينا معطلة، القوانين معطلة، المواطن الآن هدر في الأموال حقيقة. اذا نأتي الى قضية الجرف، التجريف البساتين وبناء دور بدلها، هذا هم هدر بالبساتين، وكذلك الشخص اللي يجي يبني بهذه البساتين غير مستقر لأنه يريد خدمات. احنا لابد أن نوفر له خدمات، لابد لا نترك الأراضي اللي الصالحة للسكن ونذهب إلى البساتين ونذهب إلى الأراضي. هذا أكو عدم تخطيط، عدم دراسة حقيقية للوضع، وهذا يشمل القطر كله. العراق
كله يعاني بنفس المأساة، التجاوزات الغير منظمة، المتجاوز لا يشعر بالاطمئنان. نريد من البرلمان المقبل أن يكون يشعر المواطن بالاطمئنان بالعمل بالتشريع القوانين بالمراقبة، أن يكون رقيب على كل العمل. نحن لدينا الآن مشاريع في مدينة النجف استثمارية في بناء دور واطئة الكلفة، وهذه الدور اللي وصلت إلى مرحلة من البناء ثم توقف المستثمر وقال للمواطن يعني وفي ظل يعني ما يعانيها الآن المواطن ويعني ويلات الأزمات التي عصفت بالشارع العراقي لم تنتهي حتى هذه اللحظة، أنتم كيف تنظرون الآن إلى نسبة المشاركة في الانتخابات من قبل المواطنين العراقيين المتواجدين الآن في ظل هذه الأزمات؟ ما هي جهودكم التي تبذلوها من أجل حث المواطنين على المشاركة بالانتخابات؟ حقيقة هنالك أزمة حقيقية بين المواطن والسياسي، وهنالك عزوف كبير، ولكن الآن أصبحت خاصة بعد خطبة المرجعية وتوجيه الناس إلى أن لا يتركوا أشخاص يأتون ويقررون مستقبلهم، عليهم أن يتوجهوا إلى صنادق الاقتراع ليقرروا مصير بلدهم، لا يتركون أشخاص يأتون يقررون مصيرهم، لأن هذا شيء مزري وليس لا يحقق للعراق، لأن العراق دولة ديمقراطية أصبحت. الآن الانتخابات كل 4 سنوات، على العراقيين هم الذين يقررون. الآن الملعب والكرة في ساحة الشعب العراقي لا في يد السياسيين، عليهم أن يقرروا كيف يختارون أشخاص ينهضون بالواقع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بمعالجة البطالة بمعالجة كل هذه الأمور. نحن الآن مستمرين مع الناس في التوعية وتوجيههم إلى الانتخابات بالشكل الصحيح، لأن الاختيار الآن أصبح لهم وليس لغيرهم. نعم. لا يتركون الأشخاص المفسدين أن يأتوا ضمن القوائم التي لا تخدمهم، هؤلاء لديهم ماكنات. نعم. إذن أستاذ فهم وصلت الفكرة ولذيذ الوقت. نعم، أشكر لك هذا التواصل، عضو تيار الإصلاح الوطني، كنت معي مباشرة من النجف الأشرف، شكرا جزيلا لك. في محافظة ميسان زار مرشح تيار الإصلاح الوطني في قائمة ائتلاف النصر صباح الساعدي مديرية الدفاع المدني في المحافظة، وأشاد بالدور الكبير لرجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات. منتسب الدفاع المدني أكدوا على أهمية هذه الزيارات. أحمد السدخان والمزيد. خلال زيارته إلى مديرية الدفاع المدني في محافظة ميسان، أشاد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بالدور الكبير الملقى على عاتق رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وحرصهم الكبير على مواجهة أقصى الظروف تلبية لنداء الواجب الإنساني. نشيد بدور هذه المديرية لما يمثله من تماس كبير مع حياة المواطن وممتلكات الناس، الجهد والحرص والعمل المتفاني الكبير الذي يقومون به الأخوة هنا لا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا وتقديرنا لهم باسمي وباسم إخواني في لجنة الأمن والدفاع النيابية لما يقومون به من دور كبير حفاظا على هذا البلد، على أرواح الناس، على ممتلكاتهم، خدمة لمحافظتهم العزيزة هنا ميسان، متمنين لهم كل التوفيق والسداد إن شاء الله. وأكد مدير ومنتسبو الدفاع المدني على أهمية هذه اللقاءات والاطلاع على الدورات والأنشطة من أجل رفع الروح المعنوية للمنتسبين وحثهم على تقديم المزيد من العطاء خدمة للمحافظة وأهلها. الدورة المفتوحة لدينا هي الإسعافات الأولية لمعلمين التدريب في مفاصل مديرية الدفاع المدني ميسان، وأبدى توجيهاته وقدم لنا كلمة بهذه المناسبة، وإحنا نشكر بدورنا كمدير دفاع مدني ونشكر الأستاذ الشيخ صباح على هذه الزيارة القيمة. تم اللقاء بمنتسبين من كافة الدورات الموجودة في مقر المديرية في شعب التدريب، وتم الاطلاع وبعض التوجيهات المتميزة اللي تم إلقاها في مجال عمل الإطفاء والإسعاف والإنقاذ، ومن خلال نشر الوعي الوقائي لكافة شرائح المجتمع في المحافظة.
ودعا النائب صباح الساعدي إلى تعاون الجميع مع رجال الدفاع المدني لا سيما في عمليات الإنقاذ وحالات الطوارئ من أجل سلامة الجميع. من ميسان، أحمد السدخان، قناة بلادي. هذا كل ما لدينا من أخبار في هذه الساعة، وختام النشرة التذكير بالعناوين. على خلفية العدوان الثلاثي، الأسد يؤكد لروحان الاستمرار بمحاربة الإرهاب، وطهران تتوعد برد محور المقاومة. الخارجية العراقية تحذر من مغبة العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا وتطالب بموقف عربي واضح. مع انطلاق الدعاية الانتخابية، شوارع العراق تكتظ بصور المرشحين، والمفوضية تتوعد المخالفين بعقوبات قاسية. تيار الإصلاح الوطني يطرح برنامجه الانتخابي في المثنى، والأهالي يشيدون بنزاهته.